تبون ماهوش هو أول رئيس جزائري اللي يقوم بزيارة إلى فرنسا بزيارة رسمية. لازم ناس تعرف منهم الرؤساء الجزائريين اللي مشاو لفرنسا كيفاش كانت العلاقات معاهم مع فرنسا. الأول كان أحمد بن بلة الله يرحمه، عامين ونص ما قعد في الحكم، عامين ونص من سبتمبر 62 حتى جوان 65، عمل إسكان في لو بورجي، مطار لو بورجي عمل فيه إسكان، حط الطيارة تاعو وتلاقى فيه في قاعة، القاعة الشرفية، تلاقى دوغول انه كان على باب يدير اسكار، خبروا دوغول قال تجي نشوف الاخر عندهم عامين. هذا كان في سنة 64، كان الجزائر عندها عامين الاستقلال، كان مازال دوغول هو رئيس الجمهورية الفرنسية. في حديث مع روني باكمان لمجلة نوفيل اوبسيرفاتور الفرنسية في سنة 82، بن بلة يتكلم على هذا اللقاء، يقول له لما تلاقي دوغول في 64 في مطار لو بورجي في قاعة الشرفية، قلوا لما شفتو تلقائيا وقفت في الكاردف قردفت له، لاني تفكرت لما علق لي وسام في معركة مونتي كاسينو في الحرب العالمية الثانية، وانا كنت برتبة مساعد أجيدون في الجيش الفرنسي. انا لما قريت هذه بن بلة خلاص طاح من قلبي، استنيني ما بقاش. بعد زدت قررت نكتشف امور اخرى، وانا هذه كنت حكيتها يعني ماشي مع اخ صديق، انسان نعزو بزاف بزاف بزاف، انسان نحترمه بزاف بزاف، قولوا جمال جنان، ثوري تاع الصح تاع الخفا. وهذا كان نيام بن بلة، وكان صديق بن بلة، وما كانش مع بن بلة يعني نزعة جهوية لأنه راهم الغرب، لا، هذا من جهة الخضارية قبيلي، ولكن من المبدأ كان مع بن بلة. ومن بعد مسكنا دخل بن بلة ودا بدا يفيق، شاف قال لي ماشي هذا بن بلة اللي عرفناه، قلت له هذا هو بن بلة تاع الصح، ما عرفتوش مرقت ما مليح، كنت حكيتها له حكيتها ما هو بعد تألم لما قلتها واش قال لروني باكمان. دونك هذا بن بلة بومدين من 65 ل 78 ديسمبر 78 كان راس الزين، طبعا لم يقم ولا بزيارة خاصة ولا كذا إلى فرنسا، بعد فيزيت لفرنسا والو، ولكنه استقبل جيسكار ديستان اللي كان بعد 13 سنة استقلال في سنة 75 نظن مايو إلى أفريل، كان الحال ربيع يعني شافي، كنا في الجامعة ذاك الوقت. استقبل جيسكار ديستان في أول زيارة رسمية لرئيس فرنسي الجزائر، وما قدرش يشد هذاك البغض، لأن يعني المفروض رئيس دولة يليفاكي يكون يعني دي كونتراكتي يكون نعم. بومدين، وهذا سجدتها عليه الصحافة الفرنسية، أنه ما قدرش يكتم هذاك البغض اللي كان عنده لفرنسا. أولا لما كان يدي جيسكار ديستان يزور الإنجازات الجزائرية، شغل يوريلو ويزوخ عليه، شوف عندنا الدام مثلا جامعة قسنطينة، جامعة الطراز العالي، كانت يعني من الطراز العالي الجامعة هذيك، اللي دارها ارشيتكت برازيلي، ارشيتكت برازيلي هو اللي صمم جامعة قسنطينة، ولا الآن ما زالت نشوفوا أوسكار نيماير هو اللي كان صممها،
كان يعني من أكبر المهندسين البرازيليين. المكتبة الجامعة كتاب، السقف تاعها كتاب مفتوح الآن هو موجود على كل حال. إنجاز عظيم. ريستورون يونيفرسيتير كان شيء، لي بلاطو يدوروا في شاريو في الواحد الحالة شيء. احنا كنا نحكم الجامعة الجزائر كل مشي واحد عند صحابنا قسمتينا ندخل سيو يونيفرسيتير شو ذا الشيء اللي عارف. دونك داني دال المركب الكيميائي تاع سكيك دا مركب الحجار تاع ارزو يدي في الربيبه قال شو الانجازات هذيك الفرنسي شافوها وكأن بومدين يعبر على الثعر من فرنسا قال شو للاسف هذو كامل راحوا استرميدي او رشاو مركز الحام مركز الحجار اللي كان مفخة تاع الجزائر سامي خلاص عطاو الهنود عطاو كذا راه فيها. وفي الكلمة اللي القاها أثناء مادبة العشاء اللي يعني عبر على أنه هذا الراجل ماهوش قادر ينسى الحقد اللي عنده الفرنسا لما يقول له في الكلمة نطوي الصفحة لما الكلمة الثانية نطوي الصفحة ولا نمزقها نطويها ما نقطعوهاش يعني تبقى. وتكمل زيارة جيسكار في جو مراسل جريدة الكوتيديان دو باري للمبعوث الخاص اللي جاء يغطي الزيارة كتب مقال في نهاية يقول ما هو هذا السر اللي اكتنف اللقاء الثنائي الأخير ما بين بومدين وجيسكار ديستان. يقول لك أنه بعد اللقاء الثنائي رأس رأس خلافا للعادة أنه المضيف يجب أن يخرج يرافق الضيف لا ما رافقوش خرج جيسكار ديستان وحده وكأنه مطرود ما تجيش هذه في البروتوكول خرج وحده قال خرج وكتب يقول لك il avait le visage blême livide les jambes tremblantes وجهه صفر شاحب رجليه ترعدوا وصف واحد الوصف ما شفاش بزاف اللي كتبوا ولكن شيء قل لك واش اللي صرا ما بين الرجلين واش صرا وبقى سؤال مطروح. في عام 81 لما جاء ميتيران للجزائر بدعوة من شادي بن جديد نفس المقال عاود نشره صاحبه عاود نشره وزاد له خاتمة يقول واحد رحل مات داس سره معاه واحد مازال له حي اللي هو كان جيسكار يا هل ترى راح يكشف لنا هذا السر ولا ما يكشفش وما كشفوش جيسكار طبعا. يعني شوفوا انه العلاقات ما بين الجزائر وفرنسا في هذه الفترة كانت يعني تحت الصفر. يعني الزيارة اللي قام بها جيسكار المفروض كانت هي باش تعاود يعني ترطب الاجواء وكذا من المات مع شادلي جاء ميتيران رتبوا الأجواء بعد شادلي عامين بعد راح ميتيران جاف 80 ميتيران مشاف 83 وكما عطت الأرقام يعني فرنسا استفادت بزاف شراوة الأخر شيء كبير يعني شراو 5800 شاحنة على ما أذكر نسيبوا الرقم الحقيقة أنا مديته هذه في النوت تاعي وشرا دو زيربيوس شراهم شال لي 5800 شاحنة ودو زيربيوس وحجم التبادل تاع
تجاري بين الجزائر وفرنسا عدى من 25 مليار إلى 45 مليار. 25 مليار فرنك فرنسا، كان ذلك محسوب بالفرنك. وفرنسا رجعت ولات هي أول من يشري علينا، أول زبون وأول اللي بيعنا. برمي فرنسي برمي كليا، يعني الاقتصاد تاعنا تحبني. ودائر في هذيك من شادي دار لايفي، روحوا جيبوا طومبيات من فرنسا. الاقتصاد الفرنسي كان مخنوق، نفس بلايفي الكونترون بورسمون. بعد اللي جيب الباب بروغرام اونتي بينوري، جيب كلش الخردة كامل جابها من فرنسا. داعش يعني الاقتصاد الفرنسي. وشادلي ادى زيارة رسمية قلنا ادى فيها هذه. بعد شادلي زر بوضياف ما طورش ست شهور ما طورش. زروال كان رفض يصافح شراك في نيويورك وين كانوا مبرمجين، وكان نهار 10 أكتوبر 1995 ذكرى تأسيس جمعية الأمم المتحدة في نيويورك. نهار 10 أكتوبر جيسكار أعلن بلي راح يتلاقى مع زروال. نهار 22 أكتوبر باش تلاقى زروال رفض يلاقيه، وما قامش بزيارة طبعا. لا جهش كانت بوفا ذيك كانت حرب أهلية وكذا، دونك واحد ما يجينا، ولكن هو ثاني ما راحش. بعد جا بوتفليقة حب فرنسا. بوتفليقة قام بزيارة رسمية في جوان 2000، وزاد واحد أخرى في 2015 إلى 2013. وندار زوج زيارات. وبعد جاي سي تبون، وتبون تشوفوا واش راهم يوجدوا له باش يعطوا له في لاكاروت، يعطوا له في الجزارة باش باف يبعث له ضربة صحيحة تاع العصا. ربي يقدر الخير بلادنا. وإذا كان بنادم كان قادر مور التراويح نديروا فيها سهرة إن شاء الله، لا ما كانش ما نوعدش. ولا ربي يقدر خير بلادنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله طاعتكم وصيامكم وصلاتكم وقيامكم. السلام عليكم ورحمة الله. عشرية وحنا خرجنا بالسلمية، عتقلوا قاع الصوالية كي قلنا لهم مدنية.